رفعت الرايه البيضاء لحظات قليلة فتحت البوابات إذا لاندفاع أفراس الإنتاج عمر الأربع وخمس سنوات التي لم تكسب متنافسة في هذا الشوط على مسافة 1400 متر قيمة الجائزة 54 ألف ريال. الانطلاقة والاندفاع تبدأ في هذه الأثناء من حبيبة غادة للمركز الأول لقيادة هذا الشوط، من الخارج عروش في المركز الثاني، وأيضا صلفة من الخارج تأتي للمركز الثالث في متابعة أيضا من الداخل من بقية الأسماء من قيمة، وأيضا لحظة عبور فيما في هذه الأثناء تأتي سارية طويق على خط المنافسة لتتقدم للمركز الثاني، مع أيضا حبيبة غادة التي تتسارع خطواتها إلى الأمام بقيادة هذا الشوط. حبيبة غادة إذن ابنة إبريمونت لقيادة هذا الشوط وبقوة ما شاء الله تبارك الله. إلى 400 متر الأخير المحاولات أيضا من سارية طويق للتقدم في حبيبة غادة ابنة إبريمونت للمركز الأول. المحاولات تأتي أيضا من حيازات على ما يبدو من الخارج في هذه الاندفاع، ربما تواصل حبيبة غادة مع 200 متر الأخيرة. حبيبة غادة أم سارية طويق؟ منافسة مثيرة، سارية طويق للمركز الأول تنهي بذلك هذه المنافسة وتسجل الانتصار.